كلنا تابعنا تطورات الرياضة في الآونة الأخيرة، خصوصا فوزنا بكأس العالم لمنتخب الناشئين بكرة اليد وتربع مصر على عرش ميداليات الأولمبية الإفريقية. عشان كده احنا هنا النهاردة في وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية. ده لو هيدل ان في جهد مبذول من الدولة بشكل عام ومن وزارة الشباب والرياضة بشكل خاص. عشان كده احنا مع دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بإسكندرية. زي حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. طبعا يا دكتور احنا عارفين ان الرياضه بقت اسلوب حياه. طبعا. وكلنا نتمنى ان الرياضه تبقى اسلوب حياتنا. عايزين حضرتك تكلمينا على المبادره والمشروع اللي اطلقه رئيسنا عبد الفتاح السيسي عن الدراجات وعن المهرجان اللي هيتعمل عند حضرتك هنا في اسكندريه، كلمين عليه باستفاضه. حقيقي الدولة بقيادة سياسية بتنتقي وبدور على القيادات المحبة للوطن، وده إذا يدل على أن احنا بنبني مصر الجديدة وأن القيادة السياسية حريصة على بناء مصر الجديدة. هذه القيادات بتختار قيادات أخرى معاونة لها، قيادات يكون عندها محبة للوطن، قيادات يكون عندها إخلاص، قيادات يكون عندها فكر وإبداع. وزارة الشباب والرياضة هي مهتمة بالرياضة بالشباب في كل مجالاته. يمكن حقيقة احنا يعني عندنا وزير الشباب والرياضة وهو الوزير النشط، فكره متفتح، وزير شاب كما يطلق عليه جميع مديريات الجمهورية، الدكتور الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللي ادى فرصة ودفعة جديدة لمديريات الشباب على مستوى الجمهورية ان يكون عندها فكر مبدع، عندها بعيدة عن البيروقراطية، بعيدة عن مركزية القرار، ادالها فرصة ان كل مديرية من المديريات تبدع وتعمل شغل جديد، الشغل ده يصب في مصلحة المواطن المصري. فاحنا وزارة معنية ب 60% من المواطنين على مستوى الجمهورية، فاحنا بنتعامل مع الطلائع، بنتعامل مع الشباب، بنتعامل مع المرأة، بنتعامل مع الفتاة، بنتعامل مع كبار السن، بنتعامل كمان مع أولادنا وإخواتنا من ذوي القدرات وذوي الهمم. فإحنا وزارة بتتعامل مع أغلب المواطنين، وده تميز لوزارتنا وبيدي عليها عبء أكتر ويبقى عبء جديد إن إحنا بنتعامل مع الناس كلها. إحنا مش معنيين بالرياضة فقط لليل، إحنا معنيين ببناء الإنسان في كل جوانبه. إحنا بنتعامل مع الفرد بطموحاته، بأحلامه، بأنشطته، بقدرته على الإبداع، بأفكاره، إزاي أغير الفكر الهدام لفكر في صالح الدولة، إزاي إن أنا أغير من طريقته وطريقه كلامه وطريقه وان انا اوديه ادخله للطريق الصحيح. فاحنا وزاره بعتبر نفسنا ان احنا من اهم الوزارات اللي معنيه بقطاع المواطن المصري. طبعا هو الوزاره تطلق يوم للاسره، ده بيمتهيالي مردودها بيبقى فيه ترابط اسري. فعلا يمكن احنا اطلقنا يوم الاسره المصريه وكنا مميزين كاسكندريه ان ده من ضمن الافكار اللي هي المبادرات التي اطلقها احدى مجموعه من الزملاء داخل المديريه، وكانوا ببساطه بيقولوا احنا كلنا نفسنا نمارس رياضه الا ان الوقت مش ما عندناش وقت، ما عندناش فرصه، عايزين نترابط كلنا كاسره مصريه ان احنا نمشي، مش كلنا مشاركين في اماكن. كمان اليوم ده بيكون بالمجان، بالمجان ليهم. فتحنا كل يوم جمعه في مراكز الشباب، احنا عندنا 49 مركز شباب في اسكندريه، فتحنا كل يوم جمعه من 10 ل 11 صباحا ومن 6 ل 7 مساء موجود مدرب متخصص ومدربه متخصصه، بتنزل الاسره المصريه سواء كانت عضوه او غير عضوه من اي حته من اي مكان حوالين المركز، بيدخل يمارس الرياضه كل على حسب قدراته، يعني في لياقه بدنيه، في كره قدم، في سله، في حاجه انشطه مختلفه بتفرغ عن الانسان طاقته وكمان بتساعده على ممارسه الرياضه وبتخليه مواطن صالح. احنا بنقول الجسم سليم في العقل السليم. وبتهيالي انتوا كشعب سكندري عندكم عاده ان انتوا تجروا على البحر، تعملوا رياضه مميزين صباحاً. شويه مميزين شويه زياده، المناخ بيساعدهم على كده. احنا فعلا مميزين ان احنا دايما حضرتك كل يوم جمعه على البحر تبص تلاقي ايه، الناس ماشيه بتمشي على البحر، بتمشي بتركب عجل بتجري، فاحنا تلاقيها مجموعات كتير. ويمكن احنا
مديرية الشباب والرياضة، يمكن عملنا أكتر من ماراثون وأكتر من مهرجان داخل اسكندرية على شاطئ البحر، من ستانلي للمكتبة، من جليم، من أماكن مختلفة. يمكن بعد ما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة عجلة اللي هي اللي ناشد بيها طلبة الجامعات انها تبتدي هي تمارس نشاط الدراجات، احنا برعاية الدكتور اشرف صبحي وبتوجيهاته اطلقنا مبادرة دي، هتبقى يوم جمعة 6/9، رياضتك صحتك في دراجتك، بحيث ان كل المواطنين، احنا بنركب عجل عادي، والولاد بتركب عجل والشباب بتركب عجل، طب ليه ما نعملش مهرجان متكامل؟ مهرجان متكامل بحيث الناس تمارس فيه النشاط، الأسرة المصرية كمان هي هتشارك فيه، يعني احنا دعينا الأسرة المصرية جميع الأعمار، الشباب، الطلايع، كبار السن اللي موجودين اللي قادرين يمارسوا دراجة العجل، وبندعو الناس من خلال البرنامج بتاع حضرتك ان هو يشاركوا ويشاركوا معانا ويأيدوا اسمهم على موقع المديرية ويكونوا موجودين معانا. وانا مكاني هنا مع حضرتك انا بشارك، وانا وفريق عملي هنيجي ونصور ونشارك معاكم ونركب عجل معاكم. حاجة رائعة جدا، حاجة احنا زمايلنا كمان في المديرية يمكن وناس من مراكز الشباب قالوا احنا لو احنا نفسنا نركب عجل، وهم ناس كبار شوية في السن، فقالوا نفسنا نركب عجل، فقلنا لهم الدراجة نفسها ممكن تبقى بعجلتين وممكن تبقى بثلاث عجلات، يعني مفيش مشكلة، ممكن تبقى مجهزة للي مش بيعرف يسوق اصلا عجل. يعني المديرية الوزارة متمثلة في المديرية هتأجر مجموعة من العجل، وفي الناس اللي معاها العجل بتاعها يبتدي يشارك معانا، وإن شاء الله يبقى يوم متكامل ويبقى يوم كويس. في النهاية هنختم بمهرجان لكرة السرعة. كرة السرعة دي لعبة خفيفة جدا، وإحنا عايزين الناس كلها تمارس الرياضة في كل أنواعها. كرة السرعة دي الجهاز بيتحط، وكان احنا زمان كنا بنتفرج عليه على الشواطئ وبيبتدوا يلعبوها الشباب، وكانت منتشرة بين الشباب، هنبتدي كمان نعملها في نهاية النقطة الأخيرة للمهرجان، بحيث ان كل الناس تشارك، يبقى كله ركب دراجة، كله في النهاية شارك في كرة السرعة. مهرجان يوم حب، يوم من الترابط ما بين الأسر كاملة داخل الاسكندرية. بنتمنى مشاركة الجميع ودعوة للجميع ان هو يشارك، وان شاء الله هنسعد بوجودكم معانا وبتغطيتكم ومشاركتكم معانا. طيب عايزين حضرتك تكلمينا برضو عن انجازات المبادرات والمؤتمرات اللي بتحصل، والشباب هتستفاد منها ايه؟ لان دايما بيتسألوا على المواقع الالكترونية احنا هنستفاد ايه من المؤتمر ده؟ نقول له شهادة خبرة، يقول لك طيب وايه كمان؟ يعني انا هتوفروا لي ايه؟ يستفادوا ازاي؟ يمكن احنا كمديرية حضرتك بعد ما زي ما قلت حضرتك ايه، بعد ما الوزارة ادت الفكرة للمديريات انها تتحرك، اطرقنا شعار الارادة، التحدي، الطموح. السنة دي زودنا الابداع، وكنا مصرين على الكلام ده، بحيث ان كل الشباب بتقدم لنا مبادرات، زمايلنا في المديرية وهم شريكين في صنع القرار بيقدموا لنا مبادرات، ونفذنا العديد من المبادرات خلال حوالي سنة، اكتر من 40 مبادرة باشكال مختلفة، وسواء ثقافية او اجتماعية او رياضية او ثقافية او صحية. بمعنى حضرتك ان احنا ولادنا ذوي الهمم عملنا لهم مهرجان متكامل لمدة 3 ايام يفرغ فيه كافة الانشطة، يطلع عملناها زي نظام المحطات، يطلع من الرسم، يطلع يدخل يمارس الرياضة، يطلع من الرياضة يطلع على مسابقة ثقافية خفيفة، يبقى بيلف على كل المحطات. طب هو استفاد ايه؟ ده نوع من انواع المهرجانات اللي موجودة عندنا، او نوع من انواع المبادرات. استفاد ايه؟ استفاد، غير من ثقافته، نفس عن قدراته، طلع الطاقة السلبية بتاعته، غير كمان من افكاره. احنا كمان بندخل في الناحيه الثقافيه واللقاءات الثقافيه المتنوعه، فبيتدي افكار، بتجيبي ناس من اللي هم الشخصيات العامه اللي عندها الفكر المعتدل، بيبتدوا يتكلموا، بنتكلموا في كل نواحي الحياه، سواء في الجزء السياسي لازم بيعرفوهم ايه هي الدولة، ايه هي علاقتنا بالدول الخارجية، ايه المشاكل اللي بتواجه مصر، ايه اللي بيواجهوا مع الدول الخارجية. فانت حضرتك بتعرفيه الوطن بما فيه بطريقة صحيحة وسليمة. كمان بنشارك مع الأزهر ومع الأوقاف في الأفكار
تغيير الخطاب الديني والأفكار الوسطية للإسلام ومفهومها، وبيجوا يتكلموا وبيقعدوا مع الطلايع وبيقعدوا مع الشباب ويتكلموا معاهم، وفي مناقشات موجودة، وده برنامج مستمر طوال العام ما بيننا وما بين الأزهر وما بين الأوقاف. في كمان تعاون ما بيننا وبين إخواتنا الأقباط، احنا اطلقنا مبادره وطن واحد نسيج واحد، ونزلوا زمايلنا من المديريه ادوا دورات تدريبيه للمراه داخل الكنائس، وحقيقي كان في اقبال شديد. دخلوا ولادنا من واخواتنا من الاقباط، نزلوا شاركوا في مراكز الشباب في الدورات اللي كانت بتتم. فده حضرتك بتعملي ترابط ما بين المجتمع، بتديله نوع من انواع الانتماء والولاء، زي ما حضرتك بتقولي كده، بفرغ عن الطاقه السلبيه، بعمل حاجه ايجابيه انا 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 عايزاها. بدي كمان افكار حقيقيه، افكار سليمه، انت بتواجهي الفكر بالفكر. طيب ايه دور المديريه في نشر الفكر الوسطي؟ ده زي ما قلت لحضرتك، التعاون مع الاوقاف والازهر والاوقاف. في ندوات متعدده، زائد ان هم بيعملوا كمان كل شهر حضرتك، قالوا احنا عايزين، ده لسه البدايه الجديده، قالوا عايزين يوم نيجي لو في اي حد عنده تساؤلات، احنا جايين للتساؤلات فقط لا غير، مش جايين ان احنا نشرح جزئيه محدده، لا احنا هنرد على التساؤلات وهنبقى موجودين معاكم. ودي يمكن بدايه، يمكن احنا يعني من حوالي اسبوع كنا متفقين مع الازهر على الكلام ده. طيب برضو عايزين نعرف من حضرتك ايه هي خطة التطوير للملاعب والمراكز وكده؟ احنا خطة التطوير هي يا اما خطة الدولة يا اما الخطة اللي هي الاستثمار داخل منشآت الشباب، والتي اطلقها وزير الشباب والرياضة، وكانت الفكرة من عنده ان ازاي ان انا استثمر المنشأ داخل مركز شباب. بمعنى وان انا عندي مركز شباب، عندي اماكن فاضيه داخل مركز الشباب، وان انا الدوله مش كل مركز شباب هي هتبنيه او كل مكان هي هتبنيه، بالعكس انا عندي الارض موجوده. طب انا كدوله عايز انشئ اماكن جديده في قرى، في اماكن اشد احتياجا، طيب المكان اللي عنده الارض باخد موافقه فيه الوزاره على الطرح الاستثماري. معنى الطرح الاستثماري ان هيتعمل منشا كامل رياضي لمدة محددة، وهيكون عندنا عائد سنوي للمكان. العائد السنوي للمكان بيستفيد منه أنشطة المكان، بتدعمي الأنشطة، بتزوديها، بتعملي أنشطة جديدة، زائد أن المنشأ ده هيرجع إلى مركز الشباب بعد ما يخلص مدة الانتفاع. فدي كانت فكرة معالي وزير الشباب والرياضة، وكنا اسكندرية احنا كنا رائدين فيها، طرحنا مركز شباب سموحة بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، ملاعب سكواش، حمام سباحة، مول تجاري، رفع كفاءة المركز بالكامل. يمكن دي كانت بالمزايدة العلني، بنظام المزايدة العلني، بالشفافية الكاملة، بحضور مجلس الدولة، بحضور المديرية المالية. يمكن دي اللي أكد عليها معالي الوزير، احنا عايزين في كل حاجة يبقى عندنا شفافية موجودة عندنا، الناس عارفة احنا بنعمل ايه، وعايزين نمشي في اطار قانوني صحيح. راسة المزايدة في مركز شباب سموحة 64 مليون جنيه وحوالي 800 ألف، زائد 941 ألف جنيه دخل بيدخل سنوي للمركز. ويمكن كان معالي وزير الشباب كان بيضع حجر الاساس هو معالي محافظ اسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة يوم الخميس اللي كان قبل العيد مباشرة. طرحنا في مركز شباب قرية، وده أول مركز شباب قرية يعني يتعمل فيه حاجة، اللي هي مركز شباب قرية أبيس 10، طرحنا حمام سباحة بإجمالي 9 مليون جنيه و110 دخل سنوي برضو بنفس الإجراءات القانونية السليمة. طرحنا في نادي السكة الحديد حمام سباحة برضو، يمكن انتي هتلاقي اسكندرية متميزة شوية في حمامات السباحة، والطرح عليها كتير جدا في حمامات السباحة، لأن احنا شعب سكندري محب للسباحة، بيطلع منه أبطال على مستوى العالم. ويمكن احنا شفنا البطولات اللي حصل عليها أولادنا من سباحة الزعانف، فهتلاقينا متميزين شوية. فتحنا المجال بحمامات السباحة، ان الناس بدل ما يبقى بيدخلوا الأندية فقط لغير، لا ده في مراكز شباب هتبقى الأسعار متفاوتة والأسعار معقولة. طيب كمان في حتة بمناسبة مراكز الشباب، عايز حضرتك تكلميني، معلش قطعت حضرتك، بس عايز حضرتك تكلميني عن مراكز الشباب. احنا عارفين ان اسكندرية يا جماعة هي الوحيدة اللي بتتمتع ب 76 مركز شباب، صح كده؟ 76 نادي شعبي، 76 نادي شعبي، 49 مركز شباب.
عندنا عدد الانديه عدد الشعبيه ما شاء الله كبير جدا. احنا المحافظه الوحيده اللي على مستوى الجمهوريه عندها انديه شعبيه. يعني ايه نادي شعبي؟ هو القانون لم يفرق بين النادي الكبير وبين النادي الشعبي، كلها انديه وكلها قانون الرياضه قانون واحد، يعني ما فرقش ما بين. والمديريه دمجت كل دول، هي المديريه تشرف على كل دول ماليا واداريا، ماليا وفنيا. قانون الرياضه ما فرقش ما بين نادي سبورتن وما بين مثلا نادي صغير زي نادي الاهلي السكندري، ده نادي مثلا جزء صغير. لكن لو جينا بصينا لنادي للانديه الكبرى هتلاقي حضرتك العضويات فيها اسعارها عاليه جدا، والانديه الصغيره العضويات فيها اسعار صغيره قليله. الانديه الصغيره بتتميز، اللي هي الانديه الشعبيه بتتميز بايه؟ بتتميز انها في مناطق شعبيه اكثر كثافه سكانيه، بيطلع منها ابطال، بيطلع منها طلع منها ابطال عالم، طلع منها ابطال جمهوريه، يعني هتلاقي فيها منها ابطال بتحتوي المنطقه الشعبيه. يبقى انا مهمتنا ان احنا دمج الانديه الشعبيه مع الشباب والرياضه، مع مديريه الشباب والرياضه. يمكن احنا كنا بقالنا فتره بينا فاصل واحنا وهم، يعني بدانا نعمل دورات للانديه الشعبيه، مش دورات رياضيه فقط لا غير، لا ده دورات ثقافيه، دورات بننمي الانشطه الفنيه. بدانا نحط ايدينا مع الانديه الشعبيه وبدات تشتغل معانا، وبدات اول مره نحط نخصص ملعب مفتوح للانديه الشعبيه وهو في ارض عزه سكينه، تدخل عليه الانديه الشعبيه وتمارس النشاط كره القدم، ده مجانا للانديه الشعبيه. فانت حضرتك في ناس اشد احتياجا في اماكن كتير، الانديه الشعبيه هي دي المتنفس الوحيد بتاعهم. فده بالنسبه لنا ان بدانا نحط ايدينا في ايديهم وبدانا نشتغل معاهم. عملنا مسابقه ثقافيه كبيره جدا وكان فيها تنافس رائع، وطلع منهم شباب اكثر من رائعين يتنافسوا على المراكز الاولى والثانيه. في افكار كويسه جدا. الناس اللي موجوده داخل الاماكن الشعبيه هم مهمتنا ان احنا حتى لو نغير افكارهم، زي ما قلت لحضرتك الاول من الاول، ايه هتغيري الفكر ازاي؟ الفكر بالفكر كويس، الفكر بالثقافه، الفكر بالرياضه. لازم حضرتك تدخلي جوه الاماكن دي هتلاقي تطلعي منها مواهب. يمكن احنا عملنا مسابقات فنيه وطلعنا مواهب من قرى في العمريه، اصوات رائعه واكثر من رائعه، تبناها موسيقيين في القاهره، طلعوا القاهره بعد المسابقه اللي احنا عملناها والاصوات، شاركوا معانا كمان شعراء مشهورين من القاهره. بدانا ننمي المواهب، اللي عنده موهبة بدأ ينميها، بدأنا نتبناها، فتحنا لهم أكتر من مجال. إحنا مش مهمتنا رياضة فقط لا غير، إحنا مهمتنا رياضة والثقافة والفن، إحنا مهمتنا الإنسان متكامل. طيب لو حضرتك هتوجهي مش رسالة، هقول لحضرتك لو عايزة تخاطب الشباب أو تنصحيهم هتقولي لهم إيه؟ هقول له شارك، المجال مفتوح. انت دلوقتي حضرتك كشاب كل الدنيا مفتوحه، الدوله بتساعدك من اول القياده السياسيه، كل الناس بتدور عليك، كل الوزارات بتدور عليك، الايدين مفتوحه ليك في كل المجال. انت مهمتك انك تنزل وتشارك، تنزل وتدور انت عايز ايه ونمي نفسك في المجال. احنا موجودين معاك واماكننا كلها مفتوحه ليك، يا ريت حضرتك تبقى موجود معاك. ومن هنا عايزة أقول لكل اللي في سني وكل اللي لسه مقبل على الحياة، لو نزلت لعبت رياضة ده بيغير، مش هقولك من فكرك، من حياتك. لو عندك حاجات مشاكل نفسية أسرية اجتماعية ممكن تطلعها بالرياضة، لو طلعتها بالرياضة هتحس ان انت مش عندك ميول ان انت تدخل اكتئاب او غرفة مغلقة او ان انت تحبس نفسك، لا بالعكس هتلاقي نفسك جسمك شكله حلو، فتبقى مقبل على الحياة مش مكسوف مثلا من جسمك، هتلاقي فكرك دايما نشط مش كسلان، هتلاقي كل اللي حواليك بيستمدوا منك الطاقة الإيجابية فبيديك ثقة بنفسك أعلى. انزل العب رياضة، لو معكش فلوس أو إمكانياتك على قدك أنت تقدر تنزل تمشي تجري، وانت في البيت تعمل سويدي، ما تخليش أي حد يطلع يجرحكوا بكلام ممكن فيه حصل من زمايلنا الإعلاميين في الفترة الأخيرة، كانوا بيطلعوا يهاجموا الناس اللي عندها سمنة بس بطريقة قاسية شوية، ممكن ما يكونش قصدهم ان هم يجرحوك بس هم بيحفزوك
ما هو العلاج يا اما بالصدمه يا اما بالراحه كده وبشويش، فكل واحد ليه طريقه في النصيحه. انا بقول لك بمنتهى الهدوء، انزل اجري، العب عشان نفسك وعشان صحتك. بتهيألي ان هي هتغير حياتك، وانا بتكلم بناء عن تجربه شخصيه، مش هقول لكم اكتر من كده. جيت في سن معين 16 17 سنه، كنت داخله في، مش هقول في دور اكتئاب، زهق ملل. كنت بلعب رياضه على خفيف، الكابتن بتاعي اخدني وغير لي حياتي، خلاني انزل العب رياضه واثنين وثلاثه واجري، ده غير لي المود بتاعي. فانزل غير، شارك مع المبادرات. لما يبقى معاك في اسكندريه وكيل وزاره زي دكتوره صفاء، لما بيكون عندك وزير الشباب والرياضه زي دكتور صبحي، بتهيألي كل الناس دي بتديك سبورت، وان هي بتديك دافع ان انت تنزل تشارك، تجري، تتعرف على ناس جديده. والمهرجانات اللي حضرتك بتعمليها بتهيألي، او الوزاره بتعملها، بتهيألي ان ده كمان ممكن يجيب صداقه، يعني صداقات لو حد عنده اللي هو الوحده او ما عندوش صداقات، ممكن ينزل ويتعرف على ناس جديده عايزه تنزل تلعب رياضه، هتشجعوا بعض. فانا بشكر حضرتك جدا، اشكرك، انا سعيده جدا حضرتك بلقائي مع حضرتك، وانا شخصيا هنزل اشارك مع حضرتك في يوم 6/9 ان شاء الله، الساعه 8 الصبح ان شاء الله. ان شاء الله. وبدعو كل اصدقائي، كل الناس اللي بتتفرج علينا، انزلوا تعالوا. هو مش 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 بس الشعب او الشعب السكندري، ده مهرجان على مستوى ايه؟ الجمهوريه. اي حد من القاهره، من بورسعيد، من اسماعيليه، من اي حته، تقدر تنزل تشارك، تاخد الدراجه، تنزل تاخد تشم هواء نقي، تغير من حياتك، ويمكن دي تبقى بدايه ان حياتك كلها تتغير. تعالوا بينا دلوقتي نرجع للاستوديو، استنينا.